ورجعنا لكم تاني مع كابتن حكيم عن أهمية الوقت. دي ده عنوان فقرتنا التانية يا جماعة. احنا هنتكلم على أهمية الوقت. أهمية الوقت في حياتنا. احنا دايما يعني ما يعني زي ما نقول كده احنا كمصريين ما بنحسبهاش، ماشي وخلاص. بس ده مش صح. بما اننا الحمد لله كده كل سنة وانتم طيبين، وابتدينا 2021 وعدت 2020 بكل مساوئها، ويا رب 2021 تكون مختلفة. فلازم بقى ايه، سنة جديدة بادئة علينا، فلازم نعمل بقى حاجات كتير. يعني لازم نفكر بقى، يعني كل واحد كده عنده حاجة عايز يعملها، ينظم بقى، يعني ينظم وقته ويعرف هو المفروض هيبتدي بايه ويخلص ايه. يومك بقى اللي بيعمل دايت، او انت اللي بتعملي دايت، يومك اللي انت دايما شايفه ان هو مفيش وقت، انا مفيش وقت اعمل اكل، مفيش وقت اعمل مش عارف ايه، لا مش صح. في وقت، في 24 ساعه عندنا. يعني 24 ساعه دول لو جينا بصينا فيهم كده هنعرف نقسمهم، هننام امتى وهنصحى امتى وهناكل امتى وهنعمل تماريننا امتى، حتى الصلاه والعبادات وكل حاجه هنلاقي لها وقت. الوقت ده موجود عشان احنا نستغله. لكن بقى ما ضيعش انا وقتي في ايه، يعني اغلبنا كلنا، انا واحد من الناس برضو، نضيع وقت قدام التلفزيون بشكل غير عادي، قاعدين حتى بلا هدف. يعني احنا ممكن اصلا فيلم نكون اتفرجنا عليه 3 4 مرات نتفرج عليه تاني عادي خالص، مفيش مشكله عندنا. لا احنا ممكن يعني نعمل حاجه، يعني نغير بقى، يعني نعمل حاجه جديده، بلاش نفضل زي ما احنا، بلاش نفضل زي القعده دي. اصلا في حد ذاتها مش صح لينا، مش صح لكل حاجه، مش صح للمفاصل، مش صح للصحه، مش صح ان انت تفضل مركز طول الوقت في حاجه معينه. نحاول نتغير، نحاول نكسب بقى ايه، نكسب من وقتنا ده حاجات كتير. نفكر بقى كده، انا المفروض وجبه الفطار بتاعتي هتبقى الساعه كذا، واقسم وقتي، اكتب ورقه كده لنفسي وعارف ان انا الساعه دي هفطر فيها، والساعه دي انا هاخد وجبه ما بين الفطار والغدا، والساعه دي انا هتغدى، هعمل تماريني في الساعه دي. كل حاجة تبقى محسوبة. لو احنا ابتدينا كده في السنة الجديدة بإذن الله إن شاء الله يعني هنعمل عظمة والله، هنشوف حاجات كتير حلوة. فلازم لازم لازم وقت. ننظم وقتنا، مهم جدا ده، مهم مهم مهم. بيكلمني ناس من اللي برضو بيتابعوا معايا، طلاب مثلا في ثانوية عامة، طب يا كوتش انا بقى هوقف الجيم بقى عشان انا خلاص انا في ثانوية عامة، فانا مش لازم اروح اتمرن. طب انت وانت طول اليوم، يعني انت عايز تفهمني انت طول اليوم بتذاكر؟ انت طول اليوم قاعد قدام الكتاب دي حقيقي؟ لا طبعا. لا طبعا انت مش طول اليوم بتذاكر، انت في وقت فراغ، وفي وقت بتقعد تعمل كذا، وفي وقت بتقعد تشرب مش عارف ايه، فانت مش طول اليوم بتذاكر. ساعه في اليوم هتروح تتمرن فيها مش هي اللي هتاثر عليك، بالعكس ده هتفيدك. يعني ساعه في اليوم عشان صحتك هتفيد عقلك اصلا، هتخليك تركيزك اعلى، هتخليك احسن في كل حاجه، هتخليك نشيط، مش هتخليك همدان وتعبان وكسلان. لا يعني نحاول ان احنا نخرج فكره ان انا ما عنديش وقت اعمل. لا انت عندك وقت، وانا عندي وقت، ورانا عندها وقت، كلنا عندنا وقت، كلنا عايشين في نفس ال 24 ساعه. بتختلف الاهميات وبيختلف المشاغل، بس في النهايه الوقت موجود، بس احنا اللي مش بنتعامل معاه صح، احنا اللي بنعديه، احنا اللي بنضيعه في حاجات مش سليمه، احنا بنضيعه في حاجات مش مفهومه اصلا. يعني انا لو انا واحد زي اللي انا بتكلم عليه مثلا في ثانويه عامه، ايه المشكله ان انا ساعه بس هروح اتمرن فيها؟ مفيش مشكله. لو انا بصيت على يومك وجيت قلت لك تعالى بقى قول لي كده انت صحيت الساعه كذا لحد بقى اما جيت نمت عملت ايه، هلاقي ان في مثلا 3 4 ساعات انت ما كنتش بتذاكر فيهم، او ما كنتش بتعمل فيهم حاجه مفيده. فمفيش مشكله خالص ان انا انظم وقتي وابقى عارف انا هعمل ايه كبدايه وكنهايه. ده مهم جدا لينا. مدام زينب، الو، 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 زينب، انت ايه يا حبيبتي؟ دارين بنتك. ازيك يا دارين، عامله ايه يا حبيبتي؟ انت لسه صاحيه يا دودو؟ شكلك ولا صحوكي بالعافيه ولا عشان تتصلي؟ الحمد لله يا حبيبي. طنط اخبارك ايه؟ انت بقى بتكلميني انا ولا بتكلمي يا كابتن حكيم؟ يا حبيبتي جميله. دي بقى بتدي طاقه ايجابيه. عسوله. دي كل الطاقه اصلا. عندك سؤال يا دودو؟
ايوه. ايه يا حبيبتي اتفضلي. صباح الخير يا بابا. صباح الفل يا دودو. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. بابا ممكن تقول لي على الطرق بالنسبة للأطفال في الأكل؟ العادات الصحية كويسة. هقول لك العادات الصحية للأطفال في الأكل وأنت تعملي بيها؟ يبقى سلامنا لماما بقى، سلامنا لماما. هقول لك يا دودو العادات الصحية للأطفال في الأكل. حاضر، بس كده انت تقومي. ده سؤال خاص يا كابتن جدا. وهي ولا هتعمل باللي انا هقوله اصلا. ربنا يخليها لك. يا ربنا يخليك. طب احنا هنجاوب على دودو بقى معلش. طبعا. لازم اجاوب على دودو. طبعا. العادات الصحية للأطفال في الأكل يا دودو هي إن الأطفال ياكلوا الخضروات تمام؟ واللحوم زي الفراخ والأسماك واللحمة اللي احنا بناكلها. يحاولوا ياخدوا الشوكولاتة بس بشكل بسيط، ما يبقاش طول الوقت عايزين شوكليت، لان ده مش صح على اسنانهم ومش صح على صحتهم عموما. يحاولوا يشربوا الميه بشكل كويس علشان ده مفيد جدا ليهم. ويحاولوا يسمعوا الكلام يا دودو والنبي. اهم حاجه. ده مهم جدا. عامله ايه يا كابتن معاك؟ تسمع الكلام؟ لا ده دارين دي، دارين دي عسل. رياضيه؟ طبعا بجد. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا رب. طيب كابتن، في سؤال جه بيقول عندي دهون زياده في منطقه البطن والفخذ، وسمعت ان التمارين هي الحل وما اقدرش اروح الجيم، اعمل ايه؟ ده السؤال ده بيجي لنا كتير قوي. ما تقدرش تروح الجيم تعمل ايه؟ والله احنا لسه كنا بنتكلم على موضوع التمارين في البيت، وانها فتره الكورونا كانت كتير جدا، حد اكتر من حد عمل تمارين. انا واحد من الناس، انا على قناه اليوتيوب عندي عملت تمارين للناس، فسهل جدا ان انا اعمل تمارين في البيت، زائد اتباعي لنظام غذائي هو ده اللي هيخليني يعني انزل دهون البطن والفخذ وكل حاجه، لان هي في النهايه لما بعمل دايت الجسم كله بيخس مش مكان واحد، فلازم اتبع نظام غذائي واعمل تمارين في البيت مفيش مشكله، يعني زي ما احنا قلنا من شويه مش شرط ان احنا نروح الجيم يعني. طيب في سؤال تاني، حد بيقول عندي تكيس مبايض مع ان الوزن الزياده، بس ده عمل لي مشكله في الحمل، وكل الدكاتره بيطلبوا مني ان اخس. ما هي دي المشكله، ان احنا بيبقى عندنا دهون مخزنه، الدهون دي بقى موجوده اما على عضلات الجسم او على الكبد، فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخسر الدهون دي. كان معايا حاله من العراق وكان عندها نفس المشكله بتاعتي، كانت عندها نفس المشكله التكيس ومشكله الدهون اللي مأثره على عمليه الحمل، والحمد لله الحمد لله انها ايه يعني الحمد لله بعد فتره زمنيه كده من اتباع النظام الصحي، وهي كانت ملتزمه جدا الحمد لله، بقى معاها بيبي دلوقتي، الكلام ده بقى له سنه، فممكن يكون عنده سنه كمان. فربنا ان شاء الله يكرمك بالخير، بس لازم تعملي زي ما بقول لك، لازم تتبعي نظام غذائي، ما تبصيش ان انا وزني مش كبير قوي بس انا عندي دهون. عندك دهون، ما هي ده اللي احنا اتكلمنا فيه، مش مشكله الميزان قد ما مشكله نسبه الدهون اللي في الجسم قد ايه، لان نسبه الدهون دي متوزعه على اماكن كتير في جسمنا. يعني ممكن تكون واحده وزنها كويس وعندها نسبه دهون، عندها نسبه دهون. عندها نسبه دهون، ده انا اعرفه من خلال قياس دهون جسمي، اعرف انا عندي نسبه دهون قد ايه ونسبه العضلات في الجسم قد ايه. بس طيب في حد تاني بيقول باخد برشام توب جينج، ده هل مضر او كويس؟ بصي، هو انا في الغالب ما يعني دايما ما بنصحش بفكره ان انا اخد حاجه علشان تنزل وزني، الحاجات دي اغلبها يا اما زي ما قلنا قبل كده في حلقه سابقه، ان هو يا اما حاجات مسهله للمعده، يا اما حاجات هتخلي تحسسني بالشبع او مضره للبول، فكل الحاجات دي اصلا مش صح، لان انا مش هفضل طول الوقت اعمل كده. الصح هو ان انا اتبع نظام كويس، اوزع اكلي على مدار اليوم، هو ده الكلام الجميل واللي ينفع يتعمل وهيبقى مفيد جدا لينا. الحاجة اللي يعني اللي ممكن تبقى مناسبة بتتاخد هي الأقراص، بتبقى للردة، أقراص ردة كده بتخش بتملى المعدة فبتحسس بالشبع، وده برضو أنا ما بنصحش بيه، أنا مش عايزك تبقى حاسس بالشبع من الأقراص، أنا عايزك تحس بالشبع أنت بنفسك، أنت خلاص مش عايز تاكل، وفي نفس الوقت أنت كلت أكلك الصحي وكلت أكلك الصح، هو ده اللي المفروض يتعمل. يعني هي ما تاخدش اي ادويه؟ انا شايف ان هو مش. طب هل مش يا دكتور، لو يا كابتن معلش سوري، لو الدكتور بقى هو اللي كاتب لها كده، يعني في حالات مرضيه بتستدعي ان هي يكتب لها كده؟ ماشي، ما هو احنا
زي قلنا برضو قبل كده ان انا في حاجات بتضطرني ان انا هاخد حاجه معينه، الحاجه دي حتى لو هي سلبيه للناس هي ايجابيه ليك انت، علشان انت ايه عندك مشكله معينه او عندك مرض معين، او انت عندك مشكله معينه او عندك مرض معين، فعادي لو الدكتور طبعا كاتب فاكيد هي محتاجه لده. طيب في حد تاني بيقول هل الجوع بيساعد على انقاص الوزن؟ انقاص الوزن، الجوع بيساعد على انقاص الوزن. صعبه دي، هو الناس كتير اصلا بتفكر كده، يعني ناس كتير بتقول لك انا مش هاكل بقى خالص وهو ده بقى اللي هيخسسني، وده يعني ده بيحول عمليه التمثيل الغذائي اصلا 100%، بدل ما انا جسمي كان بيعتمد على مخازن الجلوكوز ومخازن الجلايكوجين وبعد كده يروح اخر حاجه لمخازن الدهون علشان خاطر يحرق دهون معايا وجسمي يخس، لا ده انا جسمي بقى هيبدا يفهم ان انا اصلا ما بدلوش الكميات الاكل الكافيه، فكل الحاجات اللي هياخدها هيبدا يخزنها في مخازن الدهون، على يعني هو عامل حسابه ان انا داخل على فتره جوع، فهو بيخزن الدهون دي علشان خاطر يستخدمها بعد كده، لان هو فاهم ان انت مجوعه فتره كبيره ما بتاكلش كويس ما بتعملش الصح، فده مش صح خالص. الصح هو ان احنا زي ما قلنا نعتمد في وجباتنا على الخضروات وعلى البروتين، والكربوهيدرات برضو تبقى موجوده معانا بس بشكل قليل عن الاثنين التانيين، الكربوهيدرات والبروتين والفات الدهون الصحيه، نخلي كل ده موجود تمام بس كربوهيدرات وفات قليلين وبروتين وخضروات بشكل كبير، ده اللي هيفيدنا. ونوزع بقى يعني نخلي الاكلات بتاعتنا، هنحس بالشبع لما نخلي الاكلات بتاعتنا على مدار اليوم اكلات صغيره وبسيطه، مش لازم يبقى ايه وجبه فطار غدا عشاء، لا ممكن يبقى فطار وبعد الفطار ناكل شويه بثلاث ساعات ناكل، وبعد كده نتغدى وبعد الغدا بثلاث ساعات ناكل، وبعد كده نتعشى وبعد العشاء ناكل، يبقى في مثلا خمس وجبات في اليوم، ده حاجه كويسه جدا هيقلل من اتساع المعده وهيحسسك بالشبع وهيحسسك بالاكتفاء ان انت تمام مش محتاج تاكل، وفي نفس الوقت شبعان مش حاسس بالجوع، لان احساس الجوع في حد ذاته بيغير مسار التمثيل الغذائي ويخلي الجسم يخزن دهون مش يحرقها. طيب في حد بيقول هل تناول المشروبات الغازيه المخصصه للدايت لا تؤثر على الوزن؟ تناول المشروبات الغازيه اغلب الناس اللي معايا مثلا اللي بيتابعوا عارفين ان انا ممكن اسمح لهم بالمشروبات الدايت، بالذات المشروبات الغازيه الدايت على مدار الاسبوع مثلا مره او مرتين، هو مفيش مشكله مش هيأثر لان هو زيرو كالوري مفيش فيه اصلا سعرات، بس القصه كلها في المواد اللي مصنوع منها، المواد المحلال المصنوع منها زي الاسبرتام مثلا، الاسبرتام عدى علينا فتره كده من الزمن اتقال ان هو ماده مسرطنه واتعمل عليه ابحاث وتحاليل وفي النهايه رجعوه تاني، فانا ليه احط نفسي في جدال؟ يعني انا ليه احط نفسي في هوس ان انا مثلا ممكن يحصل لي مشكله بسبب الاسبرتام ده بسبب كسر التناول المشروبات الغازيه الدايت؟ لا عادي انا مش هحرم نفسي، وفي نفس الوقت مش هتبقى بكتره، لا انا هاخد حاجات بسيطه على مدار الاسبوع علشان خاطر ايه تخليني دايما في المود، لو انا حد من مدمنين البيبسي مثلا فانا خلاص هبتدي اعتمد عليه دايت، ما اخدهوش سعرات كامله، هاخده سعرات قليله بس هكون عارف ان برضو ده ممكن يسبب لي مشاكل تانية. طيب في حد بيقول هل يمكن انقاص الوزن بدون ممارسه الرياضه؟ هينفع، ينفع طبعا، ينفع ان احنا نقلل وزننا من غير رياضه، بس المشكله هنا فين؟ المشكله هنا ان احنا الحرق بتاعنا هيبقى ضعيف جدا، يعني الحرق بتاعنا ضعيف، فاللي احنا كنا المفروض نعمله في 3 شهور هنعمله في 6 لان احنا ما بنعملش رياضه، دي حاجه. الحاجه الثانيه الترهلات، مش هيبقى فيه الياف عضليه، فبالتالي كل الجلد اللي كان زياده وكل الدهون اللي كانت موجوده لما الجسم هيقل هيعمل ترهل في الجلد، فده احنا مش عايزينه، بنعالج الترهلات دي من البدايه ان احنا نبدا واحنا في النظام الصحي بتاعنا، بنبقى مثلا وزننا كبير جدا على الطول بتاعنا فبالتالي بيأثر على المفاصل، فمش هنقدر نعمل رياضه في الوقت ده، نبدا نقل شويه من الوزن وبعد كده نعتمد بقى على الرياضه بشكل كبير عشان خاطر تبني الياف عضليه في تحت الجلد علشان خاطر الجلد ده يتشد ما يبقاش فيه ترهلات، لان انا اغلب الناس اللي بتيجي تعمل دايت وتنسى خالص موضوع الرياضه بتعاني بشكل كبير من الترهلات وبتقول يا ريتني ما كنت وزني نزل عشان ما يبقاش شكل الجسم بالمنظر ده، فلازم نهتم بالرياضه من البدايه علشان خاطر ايه تخلي الجسم ايه الجلد مشدود وما يبقاش فيه عندنا ترهلات وما نعانيش من حاجه يعني ان شاء الله.
ايه طيب، في حد بيقول كل شوية ارجع يعني اخس وبعد كده املى تاني وبعد كده اخس وبعد كده ارجع تاني، اعمل ايه؟ تمام. ما هو احنا هنا اكيد اكيد انا لما ابتديت ان انا اعمل نظام معين وصلت لهدفي او وصلت لحته قريب من هدفي، خلاص انا قربت ان انا اوصل الوزن المثالي اللي انا عايزه، فهبدا بقى اوقف واكل براحتي. طب ما انا هرجع تاني، ما هو طبيعي جدا ان انا هرجع تاني. ما ينفعش ان انا ايه اكل براحتي دي، ما بقولكش امنع نفسك، بس في نفس الوقت ما بقولكش عك طول الوقت. يعني ما ينفعش ان احنا طول الوقت نبقى بنعمل عادات غلط، يعني طول الوقت ما انا لازم جسمي هيزيد، لازم جسمي هيزيد. احاول على قد ما اقدر ان انا احجم نفسي شويه عن فكره ان انا يبقى كل الاكل متاح بالنسبه لي وكل حاجه اقدر اكلها، سكريات حلويات، لا كل حاجه تبقى ليها وقت، مش لازم يبقى طول الوقت بعمل ده، مش لازم ابقى طول الوقت بعمل عاده معينه، عاده واحده فده بالتالي هيرجعني تاني وارجع اعمل تاني دايت. ليه؟ انا ممكن اوصل لهدفي وبعد ما وصلت لهدفي هياكل كل اللي انا عايزه بس بشكل عاقل وبشكل مفهوم للجسم، ما يبقاش اوفر عليه. طيب، في حد بيقول والدتي مغيرة مفصلين وركبتين ونفسها تخس، أعمل إيه؟ تمام. هو برضو هنرجع نقول تاني ان انا هقلل الوزن شوية علشان ما اعملش حمل على المفاصل او على الاجزاء المصابة ديت، وفي النهاية برضو اقدر اعمل رياضة زي المشي مثلا، مفيش مشكلة لما الوزن يكون قل شوية، كده كده انا اقدر اعمل دايت من غير اي رياضة وهخس، مفيش مشكلة. يعني بس من احنا غير قلنا الحركة يا كابتن؟ اه ممكن نعمل، بس احنا زي ما قلنا ان انا بدل ما كنت في 3 شهور، بدل ما كنت في 3 شهور اوصل لهدفي اوصل له في 6 او اكتر، علشان خاطر انا ما بعملش مجهود، فبالتالي معدل الحرق عندي واصل لحته معينه مش هعرف ازوده لان انا ما بعملش مجهود، فانا عشان يزيد لازم اعمل مجهود. طبعا مش هينفع اعمل مجهود وانا عندي مشاكل في المفاصل وانا وزني زياده، فوزني زياده كده كده حتى لو مفاصلي سليمه هتاثر عليها، لو انا الوزن زياده عملت رياضه هاثر على المفاصل. فحاول على قد ما اقدر ان انا ما اعملش رياضه لما اكون مثلا ايه وصلت الوزن معقول قريب من الطول بتاعي، فابدا بقى ايه اعمل رياضه علشان خاطر المعدل الحرق يرجع يزيد تاني زي بدايه الدايت يعني. طيب، في حد تاني بيقول انا حامل وعايزه نظام غذائي عشان خايفه اتخن، دي لحقت نفسها دي. لا هو المفروض على فكره الطبيعي حتى وهم بيتابعوا مع الدكاتره، الستات وهم بيتابعوا مع الدكاتره في الوقت ده بيبقى الدكتور عايزها في وزن معين، هي بيلاقيها بتزيد فبيقول لها لا انت حاولي نقلل الوزن ده، هو الجنين وزنه قد كده فانت كده دي كلها وزن زياده عليك انت، فاهمه؟ فده كله بيعمل مشاكل. فطبيعي جدا برضو زيها زي باقي الناس، اصل احنا في النهايه الاكل الصحي ولا هيضر جنين ولا هيضر الرضيع ولا هيضر حد. يعني دي يا دكتور مش هرمونات؟ يعني الواحده اللي هي بتبقى هو هي هرمونات، هنقول انها هرمونات بس هل هي هرمونات بس؟ لا، ما هو اكلي وشربي هو برضو مسؤول مسؤوليه كبيره جدا عن تغيراتي، عن تغير الشكل، عن تغير شكل الجسم وعن تغير نسبه الدهون في الجسم، برضو صحيح. هو ده مسؤول عنه الاكل والشرب، العادات الغلط اللي احنا بنعملها. لو احنا مشينا صح وعملنا عادات صح ده مش ولا والله بجد بجد مش هيأثر على جنين. يعني الناس دايما بتبقى عندها هاجس اللي هو ده انا حامل مش هينفع اعمل دايت دلوقتي عشان البيبي، ده انا برضع فمش هينفع اعمل دايت دلوقتي عشان الرضيع. لا ملوش علاقه، اصل انا ايه هو الدايت؟ الدايت ده مش حرمان، الدايت ده مش موت، الدايت ده ان انا هعمل نظام لنفسي هاكل اكل صحي وكويس علشان يفيد جسمي ويفيد المولود ويفيد الجنين يفيد الرضيع، انا هستفاد وهو هيستفاد، هيستفاد بشكل اكبر كمان بان انا لسه في مرحله تاسيس، لسه في مرحله بناء جسم واجهزه، فلو انا باكل صح فطبيعي جدا ان هو هيكون احسن وهيكون بصحه احسن طبعا. طيب كابتن، عايزين بقى تقول لنا دلوقتي لو انا بقى جيت عملت دايت وخسيت، في سليب بقى وخطوط بيضة وحاجات كده، اعمل ايه؟ كل الحاجات دي، كل الخطوط البيضاء والحمراء السؤال والكلام ده ده، اتبعت لي 3 مرات نفس الصيغة. بصي الحاجات دي كلها بتروح بس بتاخد وقت، يعني ممكن بندهن زيوت طبيعية تمام، زي ايه بقى يا زيت كابتن؟ البرتقال، زيت الزيتون، الزيوت بتاعت المساج العادية كل الستات عارفاها تمام. الزيوت دي ممكن تغير معانا ملامح الجلد وملامح الخطوط، هي دي اللي ممكن تغير شوية، بس الحاجات دي برضو عايزة وقت، هي بتاخد وقت وبتروح كده كده هتروح. بس يعني مش ايه هعملها النهارده تاني يوم هلاقيها اختفت؟ لا ده مش هيحصل، بس انا دايما والله بجد انا شايف ان دي ده انجاز، يعني مجرد ان انا وجود الخطوط دي في جسمي اصلا في حد ذاته انجاز، سواء كانت للراجل ولا للست، الست اللي بيبقى هو موجود اتنين عندها رجاله بعتولي
ويعني ثلاث ستات نفس ما الصيغه. انا بقول لك اهو، سواء كانت لده، سواء لكنت انا جسمي قليل وبنيت جسمي وبقى عندي عضلات، او كنت جسمي مليان وخسيت، في النهايه الخطوط دي دليل على الانجاز اللي انا عملته. فمش من يعني بلاش نكره شكلنا، يعني بلاش ما نحبش شكلنا، يعني حب نفسك وحب شكلك عادي، كل ده هيتغير، كل ده هيروح يا سيدي، مصيفين ثلاثه جسم لونك لون الجسم هيتغير اصلا، وانت هتنسى. انت الاهم في الموضوع ايه؟ الاهم ان احنا وصلنا لهدفنا، الاهم ان احنا عملنا اللي احنا عايزينه. كنت سعيده جدا النهارده معاك، وانا والله عشان جدا المواضيع يعني حلوه جدا اصلا، حبيتها. الحمد لله. وبكده طبعا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا ان شاء الله الاثنين القادم. باي باي.